نجمه باسم سمره مكسر الدنيا الله اكبر السنه دي، ويلا بينا حبيبي. مبسوط ان انا معاكم النهارده في مهرجان الفضائيات، ان شاء الله هناخد جايزه كويسه اكيد ان شاء الله. عايزين نتكلم عن النهايه، كله قال انت ايه النهايه الغريبه، وكله قال مات ما ماتش وبتاع في العتاوله، بس طبعا كله عارف انك موجود ان شاء الله. شايف في العتاوله الجزء الثاني هيبقى ازاي، وعايزين اي تفاصيل عنه. العتاوله الجزء الثاني هيبقى اقوى، واتمنى ان احنا يعني نبقى نسعد الجمهور في رمضان. شايف خروج فريدة سيف النصر وتبديلها فيفي عبده، هل ده تبديل ولا انتهاء للدور ودور تاني مختلف عنه؟ كل الاحترام والتقدير طبعا للدكتور الاستاذه فريده، وانا بحبها جدا وهي عارفه، ودي بقى يعني مرحله تانية مع نجمه جميله برده فيفي عبده، انا بحبها قوي. وكاس فيلم جديد مع تامر حسني كده، اكيد كوميديا وشغل جامد فعايزين. لا خلصنا الحمد لله، و يعني استمتعت بالعمل مع تامر جدا. قول لنا حاجه اكسكلوسيف عنه، قول لنا حاجه اكسكلوسيف عنه. هو من اطيب الناس وفي نفس الوقت بحب شغله جدا، انا شخصيا استمتعت بالعمل معاه. عيسى مرزان دلوقتي لسه مؤثر فيك ولا عرفت تخلص من الشخصيه؟ انت عارف ان عيسى مرزان بقى فتح احلام كذا بنت لحد دلوقتي. ربنا يخليك ده بجد. لا احنا عندنا جزء تاني فبنحاول نحافظ على الكاركتر برضه. انت هتبداوا تصوير الجزء قريب ان شاء الله. عايزه حضرتك تختم لنا اللقاء بحاجه من عيسى الوزان، بما ان حضرتك بتتكرم عنه. يلا بينا، بحبكم كلكم.